قلت مرحبا بكم في الكانتي الثاني ديال الدوفيل اللي غادي في رينيو ان كل سناف، غنمشي تقريبا مع 45 دقيقة. ريفيرونس ديال بليس 28، بليس 28 14 عاود. غنشوفو الخوت واحد لالين كانت مشات، هي هاد لالين، هاد لالين هي اللي صحيحة، ولكن لالين ديال 12 و 10 تنظنش غادا تجي، هادي هي لالين اللي ممكن يجيو فيها ويتزادو معاهم بعض الخيول. كاينة هاد لالين ديال الشونتي اللي كان مشا فيها 6 تروازيام و 5 سانكيام و 8 سيزيام و 4 ساتيام و 9 نو بلاسي و 7 نو بلاسي. هاد الستة ديال الخيل غالبا غيجيو منهم، غادي يجيو منهم ويتزادو بعد الخيول اللي ممكن يبانو. الخيول الخوت اللي ممكن يبانو، حنا قلنا 5 و 6، 4 و 5 و 6، 7 و 8 و 9 تقريبا سويفي هذا، 4 5 6 7 8 9 ستة ديال الخيل سويفي، ولكن ضروري غيتزادو معاهم شي خيول اللي غي، ولكن شي خيول ما غيجيوش هنايا، كاينين شي خيول ما غيجيوش هنايا. المهم كاين الخوت 5 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 دار نو بلاصي، هادو فيهم الحي. تنظن العود اللي ممكن يجي كاين، كاين الكات ساتيام وكاين الويت سيزيام. المهم هنا كاين فيهم الحي، وغنزيد غادي نزيدوهم بعض الخيول. تنظن السيس ولا هو الكرون فافوري، والتروازيام كاين 7 ولا فافوري، والاوتسايدر كاين الكات والويت والسانك والناف. والناف هاد لالين 30 مليون، هي غادا ريفيرونس 28 فاصلة تقريبا زائد 28. نشوفو هاد الريفيرونس اللي غادا اللي مشات، إلا كانت مثلا 25 أو لا 26 غادا تقدر تجي كاملة. غادي نشوفو هاد الريفيرونس اللي مشاو فيها، مشاو في الريفيرونس 21، يعني كاتيجوري عالية بزاف بزاف. مشاو تقريبا بواحد وخمسين كيلو، 54 كيلو، خاطرهم 58 كيلو. كيما كتشوفو 7 مشا بتسعود و60 دار نو بلاصي. مفيت اتونسيو الخوت من هاد الستة ديال الخيول، مشاو في الريفيرونس 21. دابا غيبينوهم وممكن يجيو نسبة كبيرة، الخوت غيجيو تما وغيتزاد معاهم فقط فقط واحد جوج ديال الخيول، حتى هما وقيلا غادي يمشيو اوتسايدر. اول عود الخوت هو الرقم 1، اتونسيون هاد الواحد، والعود الثاني هو 11، ايدي هاردوين غانيو نو بلاسي نو بلاسي، والان نو بلاسي سيزيام نو بلاسي نو بلاسي. هو هاد الان عطينو لا فالور 32، هو كيمشي في لا فالور كتر من هادي، كيمشي في لا فالور كتر من هادي كما كتشوفو، كيمشي في 34 35 37 38 38 38 تيربحها مع اول خطره، غيمشي في لا فالور 34، هو كيمشي في لا فالور كتر من هادي. المهم الخوت حديو من الان، حديو من الان غادي يمشي هو الخوت عند 11. ستيفاني نيش عطينو لا فالور 27، هو تيمشي بيها، تيمشي بيها مشى ب 27 دار نو بلاسي، مشى ب 28 نو بلاسي، مشى ب 25 غانيو. تبقى ممكن 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 يقدر يبان لالين دروانو دوزيام في لافالور 25، يعني هو مشى في لافالور 27 وخسر.
خلاو ليه تقريبا مشى في 27.5. ممكن يعني الخوت الى هزيتو ديك لالين، هاد لالين هادي قيدوها الخوت اللي تيقيدها واللي ما عندوش جينيكورز راه يقيدها، غادي يدير 6 3 و5 5 و8 6 و4 7 والنو بلاسي و7 نو بلاسي، وغيزيد معاها الان هو الاونز على ريفي عنده. فقط شوف اشنو غيحيد، شوف اشنو غيحيد، ما تحيدوش الان وما تحيدوش الاونز، شي حاجة هنا ما غطلعش. مثلا هاد السبعة، هاد السبعة مشى معاهم، الا جا غيخلص غدا عليه نفس الجوكيرة، يقدر ما يجيش هاد العبد. نو بلاسي نو بلاسي نو بلاسي نو بلاسي نو بلاسي، عطينو في لافالور 30.5، هو مشى في 32، يعني كانت عنده تقريبا في 2019 كان تيربح، وجاري في 80 مليون في لافالور 42، هنا كان تيربح، هنا ولا تيخسر. المهم الخوت دوك 8 ديال الخيل، شوفوا كيفاش تحيدوا منهم. اللي كيلعب مثلا 6 ديال الخيل غيحيد 2 ديال الخيول وغيزيد 1 11، واللي كيلعب 7 غيحيد عاود، اللي كيلعب 8 غيجمعهم كاملين، حيت لا جا 7 والناف غيخلصوا وال11 غيخلصوا. انا نشوفو الخوت البرونوستيك ديال جيني كورس فين حاطة، داك كلهم هنا، كلهم هنا، الخمسة كاين هنا، التمنية كاين هنا، الكات كاين هنا، الناف كاين هنا، الأونز كاين هنا، 5 8 4 9 11، خمسة ديال الخيول كاينين هنايا، غادي يخلصو من المزيان. وهنايا عاطين 3، 7 ولا فافوري، أتونسيو، 10 ما عديش هما 12، 7 و1 و6، 3 ديال لي فافورينا، ولكن هذا ما كنتسميش فافوري. 7، 7 عندو ما غيتلعبش، ولو يمشي فافوري 5 الزيروات 5 ديال النو بلاسيات ما كنضمنش، مقربه جيني كورس عطيها تقريبا 3 او 4 بلاس، تنظن 3 فافوري عند جيني كورس 6 12 7. فيت اتونسيون الخوت، كاين الاخوه اللي كيلعبوا 7 ديال الخيول، وكاين اللي كيلعب 8 ب 672 درهم، كاين اللي كيتناقشوا فيها، كاين اللي كيلعب 8 وات هما، وتنظن ان لاريفي غادي تكون هنايا. انا 12 راني شفتو توتالي ديفا وبوتي مشاو بعضياتهم، اخر كانتي كان مشاو في الكانتي في الدوزيام كانتي، ماشي الكانتي العالمي، كانوا مشاو. المهم اللي بقى عاقل نفكرو نهار 18 عاود، 18 عاود تقريبا هادي شي 3 ايام هكاك كانوا جراو، وكانوا جراو وكانوا 6 ديال الخيل داروا نو بارتو، 6 ديال الخيل كانوا داروا نو بارتو، وكانوا جراو 12 عاود. نهار اش نهار 3 في الشهر، يعني غير هادي شي 4 ايام ولا 5 ايام في الشونتيلي، كانوا 18 عاود وكانوا 6 ديال الخيل نو بارتو، 6 ديال الخيل نو بارتو، وكان وقيلة تنظن عاود كان معاهم نو بارتو، تنظن هو هاد لا ميغاندا هي كانت جرات معاهم دارت نو بارتو. حنا ما خاسرين والو، غنمشيو لديك لالين، نمشيو داك النهار ونشوفوها واش ميراند. المهم انا عندي شويه كنبقى عاقل، ولكن ربما يكون تشابه ليا، غنمشيو 3 في الشهر، 3 في الشهر نهار السبت، يعني اسبوع، يعني كان جات فيها 4 7 10 9 3، تنظن وقيلة 4 7 على ما أظن، دوزيام كانتي.
هذيك لا بروفينس، هذه كروسة. المهم هذه نقلب على الشانتيلي، يا هذه الشانتيلي كان جات فيها 5-2. غادي نقلبوها، كانوا هما هادو، كانوا لون بارتو، كانوا فيها 6 ديال الخير لون بارتو. غنقلبو على لا ميراندا. لا لا ما كايناش لا ميراندا، كان هاد البيوتي بوتي 10 و12. شكون هو فيهم؟ شكون كان 7 و4 هما اللي كانوا جراو. المهم الخوت كما كتشوفوا 7 و4 كانت هنايا بعيدة، وجاو 7. هي دي تقريبا هذيك، نسيت على النوامر ديالهم. شكون هما؟ 10 و12. ما عنديش اخوتي 10 و12 اللي عنده يلعبهم، انا فقط عندي دوك، عندي 5 8 4 9 11. هاد 5 ديال الخيل مع الواحد ومع 7 ومع 6، المهم هادوك اللي عندي. واللي عنده اخوت شي عاود راه غادي يلعبو. شوف 7 ديال نير مينيت الخوت، راه مشكل لك 7 على 2. وهادشي اللي كاين الخوت، تحياتي لكم ومع السلامة. والمهم اخوتي انا غنحط لكم سيليكسيون في اول تعليق.